بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، قضى الزمان أن يبقى بيننا هذا الخندق محدقا في رجائنا الصادق وانتظارنا المحموم بأن نجتمع. نسل أكفنا على أمل أن نلقاكم في طرف ما مناضلين أقوياء وسعداء. الرسائل هي إرث المسافات، وحفيداته الضائعات في نهم الوصول. إن كنا اليوم نخط هذه البروة، فإننا ندعو أن تكون خاضعة للنهم ذاته. رفقاء دربنا المخلصين، أتراكم دثرتم أحاديثنا بدثار المرض؟ أتراها ذكرانا عصية على الذكر؟ شاءت الأقدار أن لا أكون قبال محياكم اليوم، أن تكون المسافات أدهى من أن تنصاع لحكاوينا. أكتب لكم هنا بعضا من وصايا وبعضا من قصص، أقلبها بين كفي وأرسلها زاجلا إلى كفيكم. قضينا عمرا طويلا نفتش عن إجابات دفينة، ونبحث عن أقفال لطرق مسدودة، وجار علينا الكثير قبل أن نهدأ. قد يكون الطريق مفخخا، ولكن لا تيأسوا من البحث. واقضوا أيامكم باحثين عن النور، عن نواميس الدنيا وسراديبها. حين تنكشف لكم الحقيقة من وراء الحجب كالشمس، سنودع عشية التساؤلات ونصبح على نهارات أجمل. رفقاء دربنا الأحب، لدي معكم حديث وصوت مقروء وبوح جديد، ولدي برو. أريد أن تكون بوصلتكم نحو الحياة، وأريد أن تكونوا هنا. احفظوا وصاياي كما أرسلتها، واحفظوا رسائلي إلى أن أعود. وإني لعائد إلى حضن أبنائي، إلى دنيا اللقاءات المستبشرة، إلى القصائد تحت الزيتون، إلى أيام ملأى بكم وإليكم. إليكم. Oh.